اشتغلي معاه. وهلا حديث البلد مع إليسا. اهلا وسهلا فيك للمره الثانيه بحديث البلد. الليله رح تكون مميزه لانه ليله الميلاد ولانه ضيفتنا مميزه كثير كمان. وإليسا مثل العاده اللوك كلاسي ولوك حلو وفاشن ايكون مثل ما رح احكي بعد شوي. انت كيف لقيتي ديكور حديث البلد؟ ديكور ميلادي يعني بامتياز حلو. ملكة الإحساس ونجمة لبنانية ضوت بكل العالم وصارت أحلى رمز للرومانسية والحب والدفء. وبيسعدنا الليلة أن نستضيفك بهالحلقة المميزة والخاصة من حديث البلد واللي رح نحتفل فيها سوا بعيد الميلاد. إليسا، وسائل الإعلام سربت أنه العيد رح يكون مميز عليك السنة لأنك رح تقضي إلى جانب حبيب القلب. ومن فترة غرت على التويتر وقلت استيقظت على صوت حبك يطرق بابي ويشق طريقه مباشرة إلى قلبي. يعني مباشرة، ما في لا لا ولا قبل ما نعلق على السؤال، هذا التويت عملته للفانز لأنه عيد الصبح كان عيد ميلادي ولقيت عندي كمية هدايا هايلة ما كان موجه لشخص، كان موجه لكل العالم اللي بتحبني واللي يعني. وعيت الصبح لقيت بيتي معبى بالهدايا والبوالين والورود صراحة، يعني يعني جسدتيهم لهالفانس بشخص واحد اللي هو المفروض يكون الحبيب. وانت قلتي قبل ما جاوب على هالسؤال رح خبركم لمين كان هالتغريده هيدي والزقزقه. اوكي، بس احنا شايفين إليسا مزقزقه. ايه عال اذا شايفتيني معناتها بقى فينا نقول انه اليوم إليسا اسعد وحده. لا انا اسعد وحده اكيد، بس طبعا طبعا ثانك يو. سعاده نسبيه اكيد، انا دائما بقولها وما فيك تعيش كل الاوقات بلحظات سعاده مطلقه. أكيد. بس بالمطلق انا انسان مبسوط، انا شخص مبسوط سعيد. وعيونك عم بيقولوا عم بيلمعوا يعني هالفتره هيك عم بسمع. بتعرفي شو بيقولوا؟ العيون هي مراه القلب والروح. حلو، سو انتم فيكم تطلعوا بعيوني وتاخذوا الجواب. شو شايف ميشيل؟ شو شايف بعيونك؟ شو شفت؟ مغرومه؟ حلو الشاب. اوكي خلص. حلو كثير حلو. إليسا، بس بدي منك بس تحكي عن الفانز تجيبي سيرة والدتي لأنه نمبر 1 فان. بوجه لها تحية أكيد. ومن خلال شاشتك أكيد بعيد كل العالم بكل العالم، بقول لهم ميري كريسماس، إن شاء الله السنة الجاية بتكون سنة حلوة على الكل. بعيد أمي أكيد، بعيد خالتي لأنه جاي لعنا من سوريا تقضي العيد. والله يخلي كل الناس اللي بنحبهم يا رب. وين رح تكون السهرة؟ عندك بالبيت ولا عند الأهل؟ النوال، ليلة نوال عند أهلي وتاني يوم عندي. يعني مقسمين. يعني تاني يوم عندنا نحن. ايه على راس ما انا هيك حاسبه حساب لنوال نحن مع العائله. ليه ميشيل قاعد عائله كثير اليوم؟ ما بنحب منيشن منيشن بنروح لعندي. لا والله لا عن جد انه ليله ميلاد واحد. انا قلت لها لإليسا ليله الميلاد كل واحد ببيته، نهار الميلاد نحن والاولاد عندها.
اهلا وسهلا. بالمناسبه اليسا، بدنا نهنيك على كليب اسعد وحده اللي صدر قائمه الكليبات العربيه الاكثر مشاهده بال 2013 بعد ما حصد اكثر من 11,159,000 مشاهد. يعني هي بس على روتانا مش على اليوتيوب تشانل. ويمكن لبين ما نقولها يكون يعني الابديت بعد علي، يعني من لحظه لحظه انه تعبت منك صارت بهالحدود. يعني ان شاء الله السنه الجايه كمان يترأس انه افضل كليب منشاف على اليوتيوب، يعني يكون هو محل اسعد واحد. ليك هذا دليل قد ايه نحن بعصر السوشيال ميديا وقد ايه قويه وقد ايه صارت مهمه لنا. دليل قد ايه اليسا مهمه لكل شيء. هلا انا قويه مش فخر فيني يعني. لا لانه قلب، يعني قلب كل شيء من السيدة لكل شيء اكسسوارية يعني انترنت سايت كل شيء. على كل حال علما انه عندك اكثر من 160 مليون متابع على قناة يوتيوب الخاصة فيك. 160 مليون اليسا من كل يعني العالم. هذا بعد البوم اسعد وحده وبعد ما صار عندي اوفيشال يوتيوب شانل لإلي. وانت حريصه انك تتواصلي شخصيا مع كل الفانز وتخبريهم عن عدد كبير من نشاطاتك. اليسا، بالعوده للموضوع يعني الهامم الناس اليوم وموضوع القلب اللي هامم المعجبين والمعجبات، بعتقد كل هالفانز والمشاهدين حابين يعرفوا تفاصيل عن مين شغلها بالها لاليسا اليوم. اسم، صح عمر، انه رجل، سكن، رقم السجل. صحيح انه رجل عملوا ريسيرش انتم. طيب بس انا عندي هيك سؤال يعني. ايه ما نحن حديث البلد مفروض نكون يعني عاملين شغلنا. صحيح انه رجل اعمال على مستوى عالي وعنده طياره خاصه، لان هي شغلت له باله. لما ميشيل صار عم بيسالني عنها شي 100 مره تحت الهواء. شو قصتك باخذك فيها عن جد؟ خلص باخذك. انا بدي سوق. لا دخيلك بس ما تكون اليسا معك. لا خلص جاوبت على اللي بدي جاوبه. خلص قلت لك باخذك معاه. لا مش عم بدي اشوف. لا مجرد ما انه بدها تاخذك معه بالطياره. خلص عرفنا كل شيء، فهمنا كل شيء. هلا هو مش على قصه شيء، بس اجى من برا قال لي انت اصحاب انت واليسا، عم يجينا سفرات كثير وكلفه ومطارات. اذا ببيع طياره اذا بقسط لي اياها بس هذا السؤال. بقدم لك كل الرحلات ببلاش. خلي لي اياك. رام عينك ولو بحكيكي. ومنى انت كمان حبيبي انت. ومين بحبها اكيد. عصفوره بيضاء لا يعتب حدا ولا يزعل حدا. أنا لحبيبي وحبيبي. الله. يعني بعتقد هو مستر لاكي رح يقلنا انه ما بدنا اياكم كلكم، انا لحبيبي وحبيبي اللي وتركونا على رواق. اليسا بس انا كريمه وانت كريمه. ونحن بنستاهل. وانتم بتستاهلوا اكيد. اليسا الكل تداولوا صوره بابا نويل الجيان الكبير اللي اضفتيه على زينه الميلاد السنه، كيف خطر لك تجيبيه كله معك على البيت؟ مش انا جبته. مين جابه؟ لا انا دفعت حقه. مش انا جبته. كيف شفتيه؟ شفته انا عم نقي زينه لنوال بمحل عنده اكسسوارات واستحليته وطلبته على البيت وجابوا لي اياه. طلع لك صوره معه. انا وكورين جيان اكبر منك حتى. يعني انا فيني اقول لك انه كورين مدور 1.78 والبابا نويل اطول منه. مش بابا نويل، صار جده نويل. جده. بس كثير 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 مهضوم. على كل حال شجره كمان كثير حكوا عنها الناس وتداولوها. اليسا قبل ما نكفي نحن وياك بدنا نذكر جزء صغير من اغانيك الرائعه جدا. اوكي. بهالميوزك سلايد. اوكي. عايشه لك احلى سنين في العمر يا ضي العين وبقلبي يا غالي حنين وغرام